الله انك تصبحهم برضه والنعيم، شلونك؟ ان شاء الله انكم طيبين وبخير ونعمه. هذا يقول لكم يا طويل السلامه، في رجال عليه دين وعليه مبلغ مو بكثير، لكنه ديانه يبي دراهم، والمبلغ 120,000، واشغله الا تسدد لي، واعطاه مهله. والرجال تعدى مهلته ولا سدد، ورفع عليه بالمحكمه وتم القبض على الرجال. المهم تجمعوا قرايب الرجال المسجون واخوانه وعيال عمه، وتقاطعوا وتجادعوا، قالوا خلنا نطلعها مسكين عشان يطلع لعياله، وكل واحد اندفع ما تجد به نفسه لين كملوا 120,000، وجو لها الديان وقال هذه دراهمك طلع ولدنا. طلع الرجال. اللي ما يدرون عنه اهله بعد ان هالمسجون ذا عليه دين ثاني مو بس 120، لكن هذاك ديانه ما رفع عليه، والمبلغ مو بشيء، ذاك يمكن 60,000، لكن ما رفع عليه ولا شكاو، ما شكاو الا ابو 120 وطلعوه على 120. ولهم دارين عليه الدين الثاني كان تقاطعوا بعد، لكن ذا طلع واستحى انه يقول لهم انه باقي علي دين ثاني، قال دام ذاك ما شكان خلنا نمشي هالامور وغدي الله ييسره. المهم يوم طلع بعد مده مر يدري ديانه الثاني ان هلو كنت تقاطعوا له وطلعوه من السجن 120. مر يزعم عليه، قال شوف انا بحاجه الدراهم اللي معك، ورجوله من ما اشتكيتك ولا ودي اخذك من عيالك، لكن اهلك وجماعك اللي تقاطعوا لك خلهم يتقاطعوا لك ويدفعوا لي. قالوا يا ابو عبد الله انا جماعتي مستحي منهم، وعيب ان بهالعمر جيت طلبهم واقول لهم ادفعوا لفلان وعلان، فانا مستحي اقول لهم. قال انت مستحي؟ انا ما استحي، ابي قروشي، ولك 4 اشهر ان ما جبتهن الوعد المحكم. هذاك ماش اختصر ثوراكه، يا كريم شلون اجيب له هالدراهم؟ مستحيل اقول لجماعتي مستحي منهم. قال ما هنا إلا فلان واحد من ربعه، هالروح بالروح وياه. قال غدي يطلع بحلم. رفع السماعة قال فلان، قال سم، قال شوف أنا ما قلت لك إلا أدري إني كبير ولا أنت مطلعني هالكلام، سالفتي 1 2 3 والرجال يبي يشكين. قال له والله ما عندي لك غير علم غانم، ولو معي والله الريال وأنا أخوك إني لا أدفع عنك، لكن أنت خابرني بالغطاء. لكن شوف، في واحد من أهل مزاين الإبل معروف عنه أنه يعني رجال خير ويعطي الناس اللي بحاجة، وراه من روح نزهمه ويمكن ينفعنا. قال والله أني أنا مجد عن وجهي عند الناس يا ابن الحلال، أنا بشوف لي حلنا غادي منه ولا. قال يا ابن الحلال خلي نشوف، والرجال معروف عنه الخير، نروح وإن ما نلقى حت ولا ما ضر الجمل. قال أنت عارفه؟ قال أنا والله ما أعرفه، لكن نسأل عنه لين نلقاه. قال تدري، توكل على الله. ركوا هالرجال وخويه وقالوا بسم الله، وراحوا لمزاين ويسألون عن الرجال، يسألون وين الرجال، وين نياق الرجال، وين الفلان، وين الفلان، لين لقوا. دخلوا لمجلسه، وين الشيخ؟ قالوا الشيخ الحين بيجي. قعدوا، مر يقعدون، يوم فوق لهم ربع ساعة مر يدخل الرجال ويقومون اللي بالمجلس ويقعد بصدر المجلس، حي الله الجماعة. مر يجي ينبز الرجال ذا، قال خلنا بدابه أول ما جاء. نبز الرجال اللي عليه دين وقف عنده، قال له يا شيخ أنا طالبك بشيء. مر يأشر بيده وقال اقعد، مر يجي يروح يقعد. يوم تقهوى وقضى ومر يلتفت قال وش عندك يا رجال؟ مر يقوم يجي عنده، قال يا شيخ سلفتي 1 2 3 وأنا أبيهم منك سلف، والله ما أبيهم منك يعني عطية، أبيهم سلف ونسان الأمور زانا عقب إن شاء الله رجع لك، ومعروف عنك الخيل ومعروف عن يدي منتح شوي. قال يقول يوم قعدنا ساعة ساعتين ويقلطون على العشاء والرجال ما قال لي شيء، ويقومون الناس ويروحون وللحين الرجال ما قال لي شيء. يقول يوم بقي ناس نشويين آخر الجلسة، مر يرفع رأسه هالشيخ ذا، قال فلان واحد من يشتغلون عنده. مر يجي قال سم ويطمس عليه ويقرب اذنه، مر ذاك يروح ينبز ويروح. يوم فاله يمكن نص ساعة، مر يجي بدينا ويرجع تي 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 عند باب الخيمة. مر ينزل قال يا فلان، الشيخ يصوت لراعي الدين. مر ينبز ذاك ويجي قال شوف أنا بعطيك قعود بمبلغ 50,000، وانت رح بع هالقعود وخذ 50,000 وقض لزومك، ومتى ما تيسر نجبهن، لكن ترى عهدتك عند الله سبحانه وتعالى أن تجيبهن. أنا ما عطيتك أوراق ولا كتبتك على شيء، لكن إن شاء الله أنا وسامك وسام خير.
جيت بيض الله وجهك، يقول واحب راسه يوبعد واحب بيدينه، الله يجزاك الجنه، الله لا يوريك مكروه، الله يجزاك خير، الله يبارك لك بحلالك. قال خلاص راح قضي لزومك، الله يستر عليك. يقول مراجي انا من الفرح واركب مع راعي، انا قلت الحراج ودل للحراج. يقول نطير انا وهالسواق وناقف بالحراج ونرجع دينا. يقول برفتح الباب، قلت يلا يا محرج حرج. على كم نقول؟ على كم نقول؟ الف، الف وخمس، الفين. يقول 3000. يقول يا ولد 4000. قلت ها 5000. قلت يا ابن الحلال انا بعيد عن هالاقيام، هذا القعود الرجال معروف من سعره. قال اقول بع بس 5000 زينه. قلت والله ما بيع، هام شوي ويصل 5005. قال يا ابن الحلال لا تقدر تستهبل انت وياه، الرجال معطيني اياه بقيمه 50000. قال اقول لك هذا على ما قال الشراي، شوف الناس تسوم 5005 تبيع. قلت والله ما تعقب الا انت، ابيع ب 5005، يعني ابوك طلعنا عليه ب 50 ابيع ب 5005. قال اقول شوف هو ما راح يتعدى السته، لكن انت خلينا نجبر هالسوامه ب 6000 والله يبارك له. قلت الله يجعل من جمعكم، قولوا امين بالنار. يعني ابوك اقول لك 50 تقول لي 6000. سك الباب سك الباب سك الباب بس من البايع يا ابن الحلال، بعقل سك الباب بس. يقول مرجع سكسك بمدينة. قلت السواق ارجع لمعزبك، وش اللي ب6000؟ يقول انا راجع لمه بالطريق. احنا نقبل على الشيخ، يقول وانا مدرس. يقول اول ما وقفنا عنده وانزل، قلت يا شيخ احنا بغيناك عون، صرت فرعون الحين، ابيك تقضي حاجتي وتروح تعطيني شيء يسام على 6000. قل لي انا من اول شيء ما انا معطيك اهول لي من انك تطمعن على ما قال استانس بهالقيمه واخرتها ما اخذت منه الا 6000 ريال. قال وش العلم؟ وش العلم يا فلان؟ قال انه وصل السوم يا شيخ 6000، الرجال عيا يبيع. قال 6000؟ من اللي سام 6000؟ قال مزاين يا شيخ، انه وقفناه وحرج عليه فلان وسامه 6000 ريال. قال ما يعقب الله، وخر وخر. يقوم يتعرض ياخذ على ما قال عقاله وياخذ عصاه. قال يلا الحراج، اركب قدامي يلا الحراج. والله بنركب سيارة هالجيب ودينا قدامنا لين وصلنا الحراج. وينزل يا هلا بفلان، معروف انه هو بمزايل، يا هلا يا هلا ابو بفلان الله يحييك، تو ما نور الحراج، يا هلا يا هلا. يقولوا يحلو يهلون يرحبون والدنيا تغيرت وجيهم، يا هلا يا هلا. ويقعد قال خل العالم تجمع وحرج على هالقعود. قال ابشر طال عمرك ابشر، ويصيح الصايح ويجمعون الناس ويجتمعون. قال حرج بسم الله، نفتح الحراج. يبدأ السوم من 20000، 20000، 20000، 30، 40. يقول ما اطلع عيوني، تلبوكم توغر بالكم الله 6000 ما تعدده، والحين يبدأ الحراج من 20. يقول قلت خلها صص 30، 40، 50، 70، 80، 80000، 80000. مريجي يرفع عيده اللي ورا، قال 100، 100000، 100، 100، 150000. قلت شو العلم؟ شو اللي قلت انا هذا مقلب مو بصد زين ولا؟ قلت بس خلينا نشوف نشوف، يا خبر اليوم على ما قال بفلوس بكره ببلاش، خل نصبر الى اخر شيء. 150، 150، 150، 160، 170. يقول بدا يزودون قدامي بمبالغ خياليه لين ما وصلوا 320000 ريال. القعود اللي بسيوم انتو 6000 منشفين ريقي، 6000 ريال وصل 320000. يقول انا تلفت. يقول مريلته تعالي يا الشيخ. قال ها وقف سوم على 320 تبيع. قلت انا وين سوالي يفن 320 ريال 320000 ذي؟ قال تبيع. قلت ايها بيع 320. قال بس بع. قال حراج واحد حراج اثنين الله يبارك لك. يقول قلت انا منها اللي شارها الحين، وين 320000 ذي وين القاه؟ قال هذا اقضبه ادفع الرجال. قال هذا بسم الله هذا شيكك. قلت لا 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 انا قاضي من ذولي ما بشيكي، هالمسألة كلها ما ارتحت لها من البداية، هذا بيع لي ب50 ثم نروح يسام 6000 ثم نرجع انا وهالشيخ ويسام 320، ما ابي شيكات ابي كاش، ابي كاش. بعت ما شريت انت ما معك كاش، ابيع على السوام اللي قبلك. قال لا بسيط، تبي كاش بسيط اصبر ساعتين ويجيك الكاش. قلت بس أصبر، بغيت 4 ساعات، أنا أبوك صابر سنين. يقول يوم صبرت 4 ساعات، ساعتين، 3 ساعات، يقول مريض جنن والله 320000، 500 ورا 500. كل واحد دهن ينشف ريقي من زين هنا هلب الواحد. يقول طلع كل ريدي وأنا بغير أحط إصبعي وعد.
يقول والله 320. يرن يقول مريض جلد بتطلع عليه الشيخ قال ها تبي تعطيني 50 هالحين ولا تعطيني اياها عقب السلف اللي انت اخذتها منه؟ قلت لا والله احنا ابوك اعطيك اياها الحين. يقول واحد له 50,000. قال والله واكب له 50,000 ريال. الريال ينطح الريال اعده له. قلت بيض الله وجهك ولا قصرت. يقول مريض يعطيني قفاه ويمشي هو وربعه وجماعته. قلت وقعت الحالي انا كم راح ادلي مخباتي يثروا 270,000. قلت اجمع احنا بحلم ولا علم. يقول الحين ما صدقت. يقوم ردق على الديان يقول على طول بوقتها من الفرحة. قلت ها كم قروش؟ قال 60,000. قلت جايك هالحين. يقول جيب معي مخالصة واكتب أنا وياه وأعطيهني إياه وكاش. يقول كل شيء كاش بكاش. يقول بروح وودع ذولي بالبنك والله يودعني 210,000 ريال. قلت سبحان الله وش هالتوفيد اللي من عندك؟ هو توفيد ولا مزاين بينهم شيء؟ ويقول أنا قلت بكيفهم. يقول واطلع من هالسالفة بمخباتي 210,000 ريال. يقول وابدأ ليل ونهار امروكع وداعين الهمزاين اللي فتحت الله علي من بعد هالسالفة. يقول وابدأ ترزق الله ب 210,000 ريال. وابدأ طقطق بها 210,000 ويفتح الله علي ويبدأ يصير عندي مصدر دخل. يقول الحمد لله. يقول من يومه وانا لقي له مزاين فز قلبي. بس الى الحين شاكن بوضعهم. لكن قلت مشى دخلنا مخباتي والله ما يطلعن. عسى الله يوفقنا وياكم. قولوا امين ويرزقكم ذاك القعود اللي يغير حياتكم كلها.